السلام عليكم، مرحبا بكم في لاشين دي غازيل. الفيديو ديال اليوم كما شفتوا في العنوان كيفاش دوزت واحد النهار، كلشي الاكتيفيتي اللي درت نحاول باش نبارطاجيها معكم. كي فقت مع الصباح اول حاجه درتها هو صيبت البغرير. ها هويا درته هنا، ها هو تيطيب. شوف كيفاش تيجي. راه ديجا بارطاجيت معكم الطريقه والمكونات، سهل بزاف. انا هذا البغرير هذا تنديرو جوج كيسان ديال السميده رقيقه مع نص ديالهم ديال دقيق الفورص، يعني كاس تاع دقيق الفورص مع الضعف ديالهم ديال الماء، يعني 4 كيسان ديال الماء والمليحه وواحد المعلقه صغيره ديال الخميره وشويه ديال السكر. صافي تنخلطهم في الفشا، كنت نضرب بهم في الخلاط الكهربائي، تنضيف واحد الخميره ديال الحلوه. ها هو كيفاش تيجي متقاب وزوين. وهنايا تنسخن في البطبوط باش نفطروا، وهذا هو فطورنا. وهذه هي طبلتنا الفطور. هنا كملنا فطرنا، كاين الزيت الفرماج، زيت الزيتون اللي منسم بالزعتر، كاين العسل، كاين حطيت الديسير بحال ما قدرت، التفاح، دانون. المهم تيكون واحد الفطور اللي هو مختلف على بقيه الاسبوع. ديريكتومون من ورا الفطور خديت هنايا غادي نعجن. درت هنايا دقيق ديال القمح العادي اللي تنعجن به، وضفت ليه الزرارع كما شفتوا ديجا في الفيديو اللي بارطاجيت معكم ديال العجينه. انا ضروري تندير هاد الزرارع هادو تيجي ولداد، ولكن هاد الخبز هذا غيكون مختلف حيت ما غاديش نعجنوه في القصريه، ها غادي نعجنوه في هاد السوبيره هذيك. ودايا اختاريت هادي ديال هاد السوبيره ديال العجانه هي اللي غادي نعجنو فيها. ممكن تعجنوه في اي حاجه اخرى، وتتعجن باليد وسهل مورق ورطب وبسهوله تتعجن. كما شفتوا هنايا درت الخميره البلديه حتى هيايا، وشللت القرعه باش نوجدها لوندومان، الخميره ديال لوندومان. وتنبقى نزيد في الماء بحال ما هكا بشويه بشويه. ها هو انايا تنعجن فوسط ديك سوبيرا، ولا وسط ديك جو سي با، داك القدر اللي غادي ندير فيه اللي مدايره فيه. بالحق خاصها تكون هاد العجينه مرخوفه كما تشوفوا كدايا، كل ما رخفتي العجينه كل ما جات مزيانه يجيك داك الخبز رطب ويجيك مفشفش كما تنقولوا. هنايا من وراها شديت واحد البابيي سيلفيغيزي فرشته في واحد اللاطا ورشيت عليه الدقيق وقرصت الخبز، وحطيت ديك العجينه ديالي اللي كما تشوفوا هنايا راه تتكون شويه مطلوقه، وتنقرصها بالدقيق حيت تكون تتلصق، دونك تندير الدقيق بحال ما هكايا ونقرصها عادي على شكل الخبزه كما تشوفوا هنايا. صافي دابا غادي نغطيها وندخلها للفران، ومن بعد غادي ناخذ نصايب الغداء. بالنسبه للغداء عندي هنايا طريفات تاع اللحم ديال بيبي اللي هما اللي غادي نديرهم في الكوكوت، تيجي واحد الغداء هائل. النسمه هذه ديال اللحم ديال بيبي وكذلك بخضيره، ويعجبني انا هذا الغداء هذا. كما شفتوا هنايا درت البصله ودرت معها الطرف ديال اللحم ديال بيبي، ودرت كذلك شي توابل ديال الدجاج العاديين اللي مولفين تنديرو، خرقوم، سكينجبير، البصله، شويه ديال الملحه. درت زيت الزيتون كذلك. هنايا غادي نضيف واحد الكاس تاع الماء، وغادي نردهم فوق النار حتى تشحر عندي دوك الطريفات تاع الدجاج والدبال عندي ديك البصله. هانتوما تتشوفو من ورا ما تقلى الدجاج بحال ما هكايا، والبصله راه هي طاحت. غنضيف الماء تقريبا هنايا، نحاول باش نضيف في الجنب تقريبا اللي غطي ليا الماء، اللي غطي ليا هذاك الطروفه ديال اللحم. وغادي نسد عليهم كما عارفين راه بيبي تيحتاج شويه طياب، دونك ما غاديش نضيف الخضره في الاول، غنخليه حتى تصفر عليه الكوكوت ومزيان ويطيب عاد باش تقريبا واحد نص ساعه ساعه على ربع. في هذه الاثناء هذه خديت تجمع الطبله ديال الفطور، وغادي ناخذ كما تشوفوا الشبكه هنا راه خاويه من الماعن، غادي ناخذ باش نغسل هذوك الميعنات ديال البغرير وديال العجينه والمقالي. دونك خديت غسلت هاد الميعنات هادو، وجبدت الخضره اللي غنخضر بها هاد الكوكوت اللي كانت هي عباره على بطاطا حلوه، خيز، وشيفلور. الخضره هادي وقيتها موسميه، وقيتها هي هادي، دونك تنحاول نستغل الفرصه ونديرها بحال ما هكايا باش نستافدوا من القيمه الغذائيه ديالها. كذلك ضفت شويه ديال الجلبانه والحامض مصير.
من ورا ما تدخل لي داك اللحم بالطياب. دونك غادي حليت عليه الكوكوز، غادي نستف فوق منه الخضره. درت هنايا خيزو، درت من فوق منها بطاطا حلوه، وغندير دوك الطريفات تاع الشيفلور، ومن الفوق كاع غادي ندير الجلبانه والحامض مصير. ما غاديش نضيف الماء على حسب داك الماء اللي ضفت في الاول، اللي درت فيه اللي كان في الكوكوت اللي ضفت في الاول طاب فيه اللحم، هو اللي غادي يطيب تكمل فيه الخضره في الطياب. قشرات وريني تقشرات. وكما تتشوفوا خليت بناتي هنايا تيتفرجوا في التلفازه، وغناخذ جمع الدار. واخا ديجا انا تنسيق في الليل، ما تنسيقش في النهار، تيعجبني التسياق ديال العشيه اكثر من ديال النهار. دونك تتكون عندي الدار مجموعه. من مطاب الغداء غادي ناخذ نبارطاجي معكم مشتريات من مدينه الدار البيضاء من ديكاتلون. اولها هما هاد الكيطمات هادو. هنايا السروال ها هو كيفاش داير في الكري، والفوق ديالو في لورانج بحال ما هكا، غود سبور مكتوبه فيهم. زوينين مقطنين، شوف كيفاش دايرين من الداخل، فنين. هادو مشتريات فاش كانت ماما في الدار البيضاء هي فاش جابتهم، زوينين عجبوني. شوف ها هو السروال في الكري، وها هي يا الفوق ديالو في لورانج. خدينا هادي كدايا، والاخرى ها هي يا البنتي الكبيره. هادي تا ناخذ لهم انا عزيز عليا، نلبسهم بحال بحال واخا ماشي تويميات. هو كيفاش داير هاد الفوقاني ولو بونطالون، ها هو سامبل في الكري، زوينين. بالنسبه لي بخي غنخلي لكم كل حاجه والثمن ديالها. من بعد هاد البيمو هذا كنتو سولتوني عليه، شتوه في واحد الروتين من الروتينيات اللي كنت درت. ها هو يا فيه الفواكه بنسبه 14% والحبوب بنسبه 42%، يعني انه فيه قضبان الحبوب، يعني انه فيه بزاف ديال سميتو ديال الفواكه. هنايا مذاق ديال المانجو زوين، زعما الناس اللي كدايا متبعين الريجيم، اولا الناس اللي تيبغيو يعطيو لوليداتهم حويجات صحيين، زوين. ها هو يا ديال لي بيس، انا راه خداو منو بنيتي. كذلك من ديكاتلون خديت لبنتي هاد السبرديله هادي، ها هي كيفاش دايره، خفيفه زوينه، الشكل ديالها هكذا في هاد الغوز وهاد الغوز والبلو. ها هي يا انا عجبتني بزاف، اين فوا شتها في الصاور صافي قلت لهم ياخذوها ليها. ها هي كيفاش دايره. وهادو سبرديله خديتها ليا انايا وحده للراجل. ها هو الشكل ديالها كيفاش داير من ديكاتلون، حتى هي زوينه بحال ما هكا. هادو باش زوينين هما ديال لا مارش، الناس اللي تتبغي تمشى بزاف. بالنسبه لو بري ديالها ما وصلش 200 درهم الوحده، ما وصلينش 200 درهم الوحده. انا غادي نشوف، وخديتها في هاد لوغري هذا ولا هاد لونوار باش يجيو بحال بحال. راكم عارفين السبرديلات ما يكونوا في البلون باش يتلبسيهم بنات وولاد، ما يكونوا بيضين ولا يكونوا بحال ما هكا في الكحل. انا اختاريتها بحال ما هكا في هاد لا كولور هادي باش تجي بنات وولاد وتلبس مع كلشي. هاي كيفاش دايره. هادو هما المشتريات اللي خديت من ديكاتلون، هما هادو. هنا نبارطاجي معكم هادو دي بانطوف، خداتهم ماما لبنتي الصغيره بيسكو انا ما خداتش ليها السبرديله، ما لقاتش لا طي قدها في هاد السبرديلات ولا ما لقاتش، دونك خدات ليها هاد البانطوف. راكم عارفين الوليدات الصغار ولا بدا اللي شريتي لهادي تشري لهادي، دونك عطات لهادي السبرديله، والاخرى شرات ليها هادي. ها هي ب 45 درهم، رخيصه زوينه كدايا تسخن فيها رجيلاتها. هما وكذلك هاد الصنيدلات هادو، راه ديجا قلت لكم هاد الرسوم هادو راه كاينين عندنا في كل شيء. ها هما رخاصه الصنيدلات عاديين، ماشي شي حاجه ديال هاد الرسوم في خوزن. صافي هنايا هادي خدات ليهم ب 15 درهم جوج خوال الوحده. صافي هادو هما المشتريات، هادو ديكين ولا بيكنيات على حسب لاكين.
ثم نحاول باش نخلي لكم الثمن ديالهم موجودين هادو وخلاص في الكراج علالو داكشي زوينين خداتهم ليا انايا. الاخوه صافي هادشي اللي كاين عندي في المشتريات هنا. وبالنسبه للمشتريات ديال الماعن شرات ماما هادو زدت منهم هاد الطباط اللي ديجا بارطاجيته معكم ديجا خدات منهم في واحد اللون اخر دابا عجبوها زدت خدات منهم في هذا اللون هذا كدايا فيهم لي ماكارون ها هما يا جوكوا الثمن ديالهم 75 درهم باغ كونط هما شي بلايص تيقولوا لهم كثر تيقولوا لهم حتى 150 درهم هادو راه ب 75 درهم باش خداتهم ها هما يا فيهم 6 ديال الطباطل وكذا صغار وكذلك خدات هاد الاله هادي اللي ها هي كيفاش دايره هنايا ها نتوما يا كايا تدوري فيها سميتو تتنشف لك نعناع الخوص بحال ما كاين بغيتي تنشفي شي حاجه دغيا خداتها ماما في هذا اللوين هذا عجبتني انايا بحال شي لعب غناخذ دابا نمشي نشوف الغدا راكم سمعتوا الكوكوط تتصفر ونجمع هاد الاشياء هذه اللي شرينا كل حاجه نديرها بلاصتها وهذه الخبزه ديالي ها هي بنت طلعات ها هي درك غادي نديرها ندخلها للفران لاني بغيت نوريها لكم شوفوا كيفاش تجي مشقه وخامره مزيان انا من باس 3 السوايع تقريبا ديك ساعتين ساعتين ونص كدا كنا طلعات عندي الخبزه صافي هي صدقات واجده باش انها نديرها طيب هاد صرات فروي دائما تنديرها لهم وهنا بنتي طلبتها مني دونك قد غنحضرها ليها حيت هي سهله ومغذيه ولذيذه تجي لذيذه كما تتشوفون درت هنا الفواكه درت الرمان البنان التفاح اي حاجه ديال الفواكه كانت عندك ضفت معاهم كذلك الخس والخيار وغنضيف واحد المعلقه ديال العسل وواحد الياغورت من الاحسن يكون من نكهه الفاني انا ما كانش عندي كاين عندي هاد الياغورت اكريمي هو اللي غادي نحضر بحال ما هكايا وها هي الخبزه ديالي طابت شوفوا كيفاش تيجي الخبز انا حليتها لكم باقا سخون هنا تيجي مقرمل ولذيذ شوفوا كيفاش تيجي من الداخل مرطب رطب رطب ورائع صافي ما نقول لكم شحال تيجي هاد الخبزه دا غير بوحدو بحال ما كتاكلوه مع زويته بلديه وبالخميره البلديه ومن التحت راه كما تتشوفوا كيفاش تيجي بداك البابي زعما شي حاجه رائعه وهنا انفو وجد الخبز وطاب لي الغداء اول حاجه درتها هو انه غديت بنياتي ولبست لهم حويجاتهم وصيفطتهم للدار ديال القران حيت هما تيكونوا داخلين مع الجوج دونك صيفطتهم هما الاولانيات عاد باش حطينا الغداء ديالنا حنايا في هدوء باش نتغداو ني حتى حنايا راه خاطرنا ما نقول لكم شحال تتجي لذيذه هاد الغديوه هادي بالخضيره وتتجي المريقه ديالها ملبيه درت دوك الطريفات تاع اللحم في الوسط ودورت بها الخضره بحال ما هكدا شي فلور طاطا حلوه ومن الفوق كبيت داك الخيزو والجلبانه ما نقول لكم شحال تتجي لذيذه هاد المريقه هادي وهذا هو الغداء ديالنا هذه صالاد فروي اللي صايبت ساهله بسيطه بالخص وبالخص وبالفواكه اللي كاينين عندك شويه ديال الخيار وخلطت مع داك الياغورت مع داك شويه ديال العسل ممكن تضيفوا مكسرات ممكن اللي بغيتوا تضيفوه فيها انا تجينا هذه الصالاد ساهله وزوينه مغذيه هذا الخبز بالخميره البلديه كيشطو طيبته فوق الورق تيجي ساهل في التحضير ديالو رطيب بزاف راه وريته لكم كيفاش داير وهذا نقربها لكم عزيز عليا الخضره انا عزيز عليا بحال هاد الا حطيتي ليا بحال هاد الاكله هادي وحطيتي ليا مثلا اللحم بالبرقوق غادي نفضل هاد الاكله هادي حيت انايا وكذا كاينه طبيعتي عزيز عليا ناكل بزاف الخضره عزيز عليا بزاف نشوف طبق وكذا فيه هاد الالوان هادي وزعما حاجه طبيعيه صحيه كي شتو نصبت بشويه ديال زيت الزيتون وطيبه زعما كاينه على خاطرها زوينه زوينه بزاف ما نقول لكمش تجي واحد المريقه ملبيه وزوينه فخا راني عارفه هذه هي الاكله التقليديه ديال المغاربه ولاني انا بارطاجيت معكم نهاري هذا النهار الحد اشنو درت فيه من الاول حتى الاخر ابخي ما تغدينا تكيت ارتاحيت واحد شويه بين ما وصلت الربعة حيت بناتي تيخرجوا من ورش مع الربعة مشيت باش نجيبهم بالنسبه لهاد الورش هذه هي عباره عن جمعيه نسويه تعلموا فيها القران بروايه ورش
ورش، يعني انه تيعلموا تيحفظوا القران مع التجويد بروايه ورش. زعما صراحه انا كنت نقلب على شي حاجه بحال ما بغيت نعلم بنتي القران، وليني ما بغيتش ليها المسجد، ما تقتش، بغيت ليها شي حاجه بحال ما يكونوا نساء اللي تيعلموا القران. فاش لقيت هاد الورش هادي وخلاص هي قريبه لينا، جات حدانا ما بعيدش بزاف، دونك هي اللي دخلتهم ليها و تيقريوهم ساعتين السبت والحد، سواء انهم الصباح من 8 ل 10 ولا انه العشيه من 2 حتى 4. انا اختاريت باش انه نقريو العشيه، كذلك فيها حتى النساء اللي تيبغيو يقراو، وفي الليل تيكونوا الرجال. زعما مبادره رائعه بزاف، نتمنى انها تكون في كل مدينه. وديريكتومو من ورا ورش ديتهم الحمام على حسب الغد ليل الاثنين، يكونوا داخلين وهما يا محمحمين. ضروري حنايا يعني انا ملي كبرت وكان ضروري مره في الاسبوع، ضروري واخا الدوش واخا الصيف، ضروري مره في الاسبوع تمشيو للحمام. دونك داك انت انايا ها هنايا الويكاند وخلاص دابا البرد، دونك ضروري من الحمام. ما بارطاجيتش معكم شنو هما الحوايج اللي ديت، ولا شنو هما المستلزمات ولا التحضيرات اللي درت قبل الحمام. غادي نخليها ابخي في فيديو اخر ان شاء الله، ونبارطاجي معكم كل شيء، داك المستلزمات ولا لي ماسك اللي تنوجد ان شاء الله قبل ما نمشي للحمام. هذا هو الحمام اللي تنمشي واللي قريب لينا، فيه كومبلكس هوايا، فيه الحمام رجال ونساء، وكذلك فيه صال سبور، فيه صال ديال الصونا والمساج، فيه كوافوره، يعني تدخلي وتخرجي ناضيه من كل شيء. هي دوزت هذا النهار لحد هذا، تقاسمت معكم كوميلي، ما زدت ما نقصت، نتمنى انه ينال اعجابكم ويكون مفيد لكم في شي حويج، واخا بساط، واخا حيت انا في الفيديو ديالي تنبغي اللي يتفرج ياخذ معاه شي حاجه ديال الافاده. نتمنى ان هذا الفيديو كذلك يكون مفيد، ونخليكم في امان الله. على بروشين فيديو ان شاء الله. السلام عليكم.